ما زاد العملة أو نافذة بيع العملة بعد تعديل الاسم بشكل سريع. نعم كان هناك أكثر من طرف مستفيد من هذه المسألة، إن كانت كان البنك المركزي يتبع إلى جهة معينة وهذه الجهة هي التي حاولت تمرير هذه المسألة، ومن ثم قالوا أنه هذه المسألة لم تكن مسألة سياسية إنما هي من أجل إخراج العراق من هذه الأزمة، ولكن هذه الأزمة كانت موجودة، ولكن كثير من الحكومات تحاول ترحيل هذه الأزمة وإغفال النظر عن كثير من المفسدين الذين هم قاموا بهذه الأزمة بشكل أساسي. هناك كثير من غسيل الأموال الموجود في العراق ومتنفذين من المسؤولين هم الذين يقومون بهذه الأعمال.